الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان، مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. أهلا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، ماذا لو اضطر المسلم إلى أن ينتحل اسم غير مسلم؟ لما؟ مسلم موجود في بلد أجنبي وله بطاقة لابد أن يحصل منها على مواد التموينية الضرورية اللازمة لحياته. يا سيدي، احنا قلنا إذا ذهب إلى مكان ولا يعلم أنه يؤدي تعريبا بطلت، حرم أن يكون هناك. نعم، حرم أن يكون هناك. نعم، لأن ربنا يقول اللي يخوض في آياتنا ويكذب رسولنا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فلا أقل من أن تطمئن إلى أن محدش يهيجك في دينك. نعم. فضيلة الشيخ، هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نعم، نرجو أن فضيلة الشيخ يشرح لنا هذا الحديث. ما هي الشهوة والمقصود أولا؟ به الشهوة هو إقبال النفس على شيء يسره عاجلا ويسوءه آجلا. كل شهوات الحياة بهذا هذا الشكل. نعم. فكأن النار حواليها الشهوات هي اللي بتغرك بها، والجنة حواليها المكاره. نقول له ايه مثلا؟ نقول له اسهر، هو نقول له اغفر لصاحبك، نقول له تصدق، مش عارف ايه، ائسر ولو بها خصوصية، يعني الله بيطلب اشياء ما تكره للنفس، والنار بتمد لاشياء تميل اليها النفس. فإياكم ان تبيعوا عاجلة شهوة بآجلة جنة. فضيلة الشيخ، هل ضروري للشاب أن يتبع مذهب معين؟ نعم. هل ضروري للشاب إن كان من أهل الاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد إن لم يكن من أهل الاجتهاد وما هي شروط الاجتهاد؟ شروط الاجتهاد أن يعلم ما قال الله كله وما قاله الرسول وما نسخ وما 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 إلى آخره، ويبقى له رأي بقى زي إمام. إنما ما كانش عنده دي يبقى مقلد. نعم، يكون مقلدا. مقلدا، نعم. اللي احنا بنقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما انتش عارف حكمه، ما اقدرش أقول الواحد مسلم اقرأ كل كتب الحج عشان يمكن تحج مرة ولا ما تحجش. نقول له لا، افهم أن الحج فرض عليك، فإذا مكنت وكنت مستطيعا يبقى اسال العالم قول له اعمل ايه عشان احج، يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. وانا علشان احافظ على صحتي اروح اتعلم في كليه الطب؟ علشان ابني بيت اتعلم في كليه الهندسه؟ علشان يبقى لي قضيه اعمل محامي؟ لا. نعم. بعض الازواج، ولذلك هناك حتى طلب العلم فرض كفايه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش كلهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما القول في شاب يبلغ من العمر 17 أو وما القول في شاب يبلغ من العمر 17 أو 18 سنة أيوة ليس له نصيب من العلم، لم يحفظ القرآن، وإنما لم يطلب الله من أحد أن يحفظ القرآن، إنما طلب منا أن نقرأ القرآن، استقر في ذهننا او لم يستقر؟ ويفتي في الدين. يفتي في الدين، يفتي في الدين، ما هو ده يبقى لاني خور على القائمين بالامر ان تركوا غير ذي الدين يتكلم في الدين، لان ده دليل على ان الدين ماله صاحب. لو كان الدين له صاحب كان قالوا انت بتعمل ده، علشان طبيب بيدعي انه طبيب بنحاكم، محامي بيدعي انه محاكم، مش عارف بنحاكم، اشمعنى الدين بقى هو اللي يعني وقطعته واطيه للدرجه دي؟ من يمنعه؟ من يمنعه؟ الايه؟ مين يمنعه؟ مين يمنعه ازاي؟ مين يمنعه؟ اذا كان للدوله قيم دينيون، لان الحكومات قسمين، حكومه متدينه بتطبق منهج الله، وحكومه قوميه بتحكم رعايا من اجناس مختلفه ومن ديانات مختلفه. تبقى ما دام حكومه قوميه تؤدي لكل واحد زاده. احنا عندنا مثلا بيجي وقت الصلاه بندى
مش كده؟ ونقلبها كده اهو تيجي واحده ترقص. ليه؟ لانني مش بحكم ديني، انا بحكم قومي، وفيها يهود وفيها مسيحيين وفيها بلطجيه وفيها ملحدين، فبدل كل واحد. انما انت انا قلت لك الله اكبر يا مسلم، وكنت عندك يروح يصلي، واللي بيرقص يا اللي عايز بترقص بص برقص. انت شفت طب دوله عامله محطه مخصوص لاذاعه القران الكريم ولا يذاعش فيها الا هو؟ طب قول الدوله تجامل دينك ازاي بقى؟ يا اخي كويس ان المسيحيين ما يقولوش يعملوا لنا محطه زي الانجيل، لكن الدوله بتدي لكل واحد زاده لانها بتحكم قومي. انما لما تحكم ديني خلاص يبقى اللي عايز يعيش وياه على ديني اهلا وسهلا، مش عايز يلا يشوف له حته ثانيه. نعم نعم. الله. فضيلة الشيخ، بعض الازواج ينهر زوجته ويخفها بصفه دائمه، واذا لم تفعل كذا فساذهب بك الى بيت ابيك، دايما يقول كده هوديك البيت ابوك، هل دي تعتبر طالق؟ لو اخذها ساذهب بك الى بيت ابيك يبقى لسه ما ذهبش، يبقى لسه ما تعلقش حب. وذهب. لا، اذهبي بقى الى بيت ابيك. ذهبت يبقى مش الى بيت ابيك. ساذهب بك، ساذهب ده كلام لسه ما حصلش. نعم. يعني ما عار ما كذاب. اذا حدث ونفذ ذلك قال ايه؟ طردها من منزل الزوجيه الى بيت ابيه. الطلاق نوعان. نعم. صريح لفظ بكلمه طلقت، وكنايه اذهبي ما انتش عايزك، اقعدي ببيت ابوك ما انتش تنفعيني، شوفي لك جوز غيري. نقول له انت هذا الكلام ما فيش في لفظ الطلاق، انت تريد بها التهديد ولا تريد بها البينونه؟ فان انا اريد بها التهديد ما يقعش طلاق، وان اريد بها البينونه تبقى طلاق بائن لا تحل الا بعد زوج جديد، الا بعد عقد جديد. اذا كلمه الطلاق لابد ان تصدر صريحه. لازم صريحه. ولذلك الطلاق قسمان، صريح وكناية. فالصريح ما جاء بالطاف واللام والقال، أنت طالقة طلقتك، أنت مطلقة، المادة كلها. نعم. والكناية أن تقول لها ما يثبت أنك غير حريص عليها، زي ما قلنا كده. أخوة الإيمان في كل مكان من العالم الإسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الإيمان مع الداعية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من خلالها تعرضنا إلى كثير من الأحكام وكثير من المشاكل التي تعترض الشباب وتعترض أفراد الأسرة في كل موقع وفي كل مكان، لعل وعسى نكون قد وفقنا في الكشف عن الكثير من هذه الأحكام والرد على كثير من الاستفسارات. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.